عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة اللي فاتت حكينا على عيد الجمهورية 25 جويلية اللي ما هوش احتفال كهو اما عنده رمزية في المشهد السياسي زاد. 25 جويلية 1957 الغاء الملكية واعلان الجمهورية. 25 جويلية 2013 اغتيال الشهيد محمد البراهمي واستشهاد جنودنا في الشعامبي. 25 جويلية 2019 يموت البيجي قايد السبسي رئيس الجمهورية وتتقدم الانتخابات. 25 جويلية 2021 اللي تزداد في تاريخ تونس وين الناس في البلاد الكل هبطت باش تتظاهر وتحتاج وتطيح السيستم الجديد. قيس سعيد قمر مليح واختار اللحظة هذه باش يفعل الصواريخ الدستورية اللي عنده مدة يهدد بها. ولأول مرة في العشر سنين اللي فاتوا أقوى حزب في تونس اللي هو حركة النهضة يلقى روحه في عركة ينجم يخسرها. حركة النهضة اللي برشا تونس يقولوا إنه هي المسؤولة على الحالة اللي خلطت لها البلاد واللي لز الناس إنه يهبطوا للشارع ويعيطوا الشعب فد مترابل سيجدد. اليوم نحب نرجع بيكم على العشر سنين اللي تعديوا كيفاش النهضة وصلت البلاد اللي احنا فيه تو. على ذاك برا جيب شربك ويجي اركش خلي نفرك الرمان. أربعتاش جانفي 2011 بن علي يقطع والناس هبطت فرحانة وإنه جمهورية ثانية باش تتبني. النهضة ترجع للساحة السياسية التونسية وتكتسحها في سحفيسة. وقتها نحب أفكركم وإن النهضة وقياداتها خطابهم السياسي كان مربوط برشا بالدين. في أول 3 سنين بعد الثورة لغة الماركتينج وإقناع الناس كانت قايمة على إنهم هما باش يحميوا الدين من أي خطر وهما ممثلين للإسلام. في 23 أكتوبر 2011 تربح النهضة في الانتخابات وتطلع السلطة ويبدأ عهد التمكين. التمكين هو انه نحط جماعتنا في الادارات ومفاصل الدولة والبلايص اللي نسحقوها باش نجمو نحكمو حتى ولو في الكواليس. وبالطبيعة الجملة الشهيرة نتاع النهضة اللي نحنا مانيش نحكمو وحدنا ولا مانيش نحكمو جملة. ولهنا نحب نقولوا انه حسب ارقام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اللي هو تابع رئاسة الجمهورية فانه بعد 2012 فما اكثر من 7000 موظف دخلوا يخدموا في الادارات ما غير لا كونكور لا اونترتيان لا حتى شيء. تنجم تقول لي وانه الرقم هذا شويه كان صبر ركنلت على خاطر بعد 2012 زادة فما أكثر من 54 ألف واحد دخلوا يخدموا في الحضاري. بالطبيعة مش كلهم نهضة أما فما عدد كبير منهم. شغل حرية كرامة وطنية ذو ما ليش معتك هو باقي يمشي ويزمروا. النهضة اللي كانت في الترويكا وقتها واللي دايور هي اللي خلقتها باش تلف الجرة متاع زعما رانا مانيش نحكموا وحدنا أما كانت هي ممثلة الإسلام السياسي مولة الباش والبتين. وصل حتى حمادي جبيلي رئيس الحكومة وقتها يمشي يعمل اجتماع في صفاقس ويقول وإنه عهد النهضة هو عهد الخلافة. الخطاب هذا حل ببلي على تونس خاصة الارهابيين لقوا فرصة العمر باش يتحركوا وينشطوا تحت غطاء السلطة بيدها اللي هي في يد النهضة. ليه مش هذا كهو صار الحزب التحرير اللي من الديمقراطية لا جمهورية لا حرية ياخو ترخيص ما عند رئيس الحكومة وبدأ يتحرك وينشط على روحه ويعمل في المؤتمرات والاعلام الداعشية ترفرف المنزل. وطلع تنظيم انصار الشريعة اللي عمل مؤتمر اصلا في القروين اللي وراه في قوتهم وزم قتالهم. ولهنا اذكركم ليه وقت اللي حبوا يحطوا علمهم فوق جامعة منوبة وطلعت لهم مرة تونسية حرة وما خلتهمش يحطوا علم متاعهم وبعدها بدأت العمليات الإرهابية وسيل الدم. أنصار الشريعة بيدو اللي زعيمه أبو عياض اللي خليه وقتها وزير الداخلية عليه العريض إنه يعمل لايف في جامعة الفتح وهو رشرشي وبعد خليه يقطع والحاكم يتفرج مع لباله. اسمع راهو جماعة اللي ترتع في الأجبار راهي تنحي في الكوليسترول وذوكم يفكروني في شبابي. راشد الغنوشي بيدو رئيس حركة النهضة هو اللي قالوا إنه الجيش مش مضمون والسلفيين لازم يستناو حتى يشني يريقحوا لهم الجو. ومن بعد ولاو ضمنوا البوليسيه ولاو يقمعوا بهم اي تحرك احتجاجي ضده. وكلنا نتفكروا كيفاش هبطوا ميليشياتهم في عيد الشهداء 9 افريل 2012 باش يتكيوا المتظاهرين في الحبيب بورقيبه ولا وقت اللي ضربوا المتظاهرين في سيلينا بالرش وفما ناس وصلت خسرت حتى عينها. 6 فيفري 2013 اول عمليه اغتيال سياسي بعد الثوره في تونس واللي مشي ضحيتها الشهيد شكري بالعيد المعارض الكبير. 25 جويلية 2013 ثاني اغتيال سياسي واللي مشي ضحيته الشهيد محمد البراهمي. هذا الكل كان نتيجة تسيب الماء على البطيخ وحماية الارهابيين من النهضة والداخلية. بعدها صاروا حاجتين، الاولى وانه نور الدين البحيري ركح جو القضاء وحتى جماعته على راسهم بشير العكرمي. هذا باش قضايا الاغتيالات والعمليات الارهابية تتردم وتضيع الدوسيات. والثاني بعد ما الناس هبطت واعتصمت في باردو طالبت بحليل المجلس التأسيسي وإنهاء عهد النهضة ووب منح الحوار الوطني وخلطنا الانتخابات الجديدة. في 2014 يربح حزب نداء تونس
حزب البجبو، الحزب اللي مالي يحلف ويتكتف انه تخلق باش يكنتر النهضة اللي الرب يتحفيه. وبالعركة هذه مع النهضة طيحوا الشعب في الاستقطاب الثنائي. النهضة اللي جات الثانية في الانتخابات لعبت لها سرسوبي وطيحت من روحها زعمة زعمة، وهو كانت حالفوا مع النداء ومرة اخرى مش احنا اللي نحكم. ولهنا عاد النهضة بطبيعتها عندها جماعتها في الادارات ومؤسسة الدولة وبدات تهري في النداء بشوية بشوية. اما حتى هو مش ناقص، كانوا في الانتهازيين والفساد اللي دمروه، خاصة حافظ ولد بوه. زوز الحزاب الاولاني في البلاد لا نعرفوا مين يجيبوا في الفلوس لكيفاش يمولوا في الحملات الانتخابية متاعهم. ما لاحظوش حاجة؟ اللي انا مش بتش على الاقتصاد والمطالب بتاع الثورة؟ صحيتوا على خطر النهضة ما عملت فيهم حتى شيء، وفي الانتخابات يخرجوا يهموا الناس ومن بعد اشكارة والبحر. ليه واكثر من هكا ساموا باش انه يتعدى قانون اللي سامح الفساد واللي تعرف بقانون المصالح. النهضة تمشي مثال روحي روحك ولا يرحم من مات. حتى امور دستور وقانون اللي يبكيوا عليهم فتقوهم من بعض. دي ابسط مثال هي المحكمة الدستورية ام المحاك. في دستور 2014 اللي هما كتبوه وصادقوا عليه يقول لك وانه المحكمة الدستورية لازم تعمل في ظرف عام. يا رسول الله كانت عندكم اغلبية برلمانية وما عديتوش المحكمة الدستورية اللي كذبتوا علينا وقلتوا لنا مش عديوها. المهم عدينا 5 سنين اخرين فل، الاقتصاد تحسن، لا فساد تشدوا، لا عدالة انتقالية تمت، لا شيء. الشعب في شيرة وهما في شيرة اخرى. خلطوا بينا 2019 وانتخابات اخرى اللي ربحوها بالطبلعية والفلوس وغيره، وزادوا تحالفوا مع قلب تونس الحزب اللي كانوا يسبوا فيه وقالوا امبوسيبل تحالفوا معاه، وكالعادة مش احنا اللي نحكموا. وقتها خرجت وثائق وان النهضة وقلب تونس متورطين في قضايا متاع لوبيينج بالمليارات، ومحكمة المحاسبات خرج تقرير اللي يثبت الشيء هذا. اما القضاء وكيل مضمون على خاطر الحقيقة ما عمل حتى شيء. وعاد العامين اللي تعديه ودرمال مورك بتتفكروها. في عشرية الثورة الحكومة المسنودة مع عند النهضة تقمع الشعب وتوقف أكثر من 1600 مواطن في ظرف شهر، تستهدر بحية تونس وتساهموا أنه 18000 منهم يموت، والنهضة تدافع عليها لآخر دقيقة على خاطر رئيس الحكومة كان مشاشو عنده. اليوم النهضة تلقى روحها قدام غش وشماتة التوانسة فيها، هذا بعد ما هبطوا للشارع وحرقوا برشا مقرات نتاعها. الناس فرحت باللي عملوا الرئيس على خاطر بالنسبة لهم هذية نجم تكون فرصة باش الناس هذي تتحاسب. التوانسة لقاو رواحهم في ثنية صعيبة بين انه النجم يكونوا في ديكتاتورية جديدة والا في منظومة فساد تقتل فيهم. اما حاطين امل كبير وانه هذا هو تصحيح مسار الثورة، وحتى كان قيس سعيد تغول باش يصير فيه كيف اللي صار في اللي قبل. هذه كانت حلقتنا لليوم على 10 سنين من حكم النهضة. كان عجبتكم ما تنساش باش تعملوا جيم كومنتير سبسكرايب، وخاصة تبارتاجيوها مع اصحابك. وها الانستغرام تاعي، الانستغرام تاع نهويت، وانا نشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي.